دنيا بطمة، بارك عليك دنيا. قلتها لك وعودتها لك، قلت لك بارك عليك دنيا، صفي دشرة وصفي الأمور ديالك مع الناس. قلتها لك ولا ما قلتها لكش؟ المهم كاين اللي كيعرف المشكل ديالي أنا مع المغنية، وكاين اللي ما عرفش المشكل ديالي شنو هو. بون، أنا مريم عمور صاحبة شركة لتنظيم الحفلات مارجوا ايفنت، تعاقدت معهم على اساس غادي يحيوا لي واحد الحفل، هادي في 2019. قالوا مشكله ديال حمزه مومبيبي، عوضا انهم يعتذروا من الناس مع رساله شكر، ولكن للاسف الشديد شنو عملوا؟ انهم بلوكاوني والدولي افونس ديال 2 مليون. حاولت انا بشتى الطرق انني نتواصل معهم ونحل هذا المشكل هدايا باقل ضرر، ولكن للاسف الشديد شنو عملوا؟ انهم بلوكوني من وسائل التواصل، يعني من الواتساب ومن التليفون ديالو. خرجت انا في منابر اعلاميه وقلت لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا شريفه اذا قلت الهضره راه ما تكونش منك. دابا انتينا مرتاحه؟ ما مرتاحاش الدنيا، عرفتي علاش؟ لان الف مطرقه في الراس ديالك، تجد ناس ما تقدرش الناس، لان صعيب. اصعب حاجه هو انك تبقاي تضحك وتهضر وادي وادي، ولكن اصعب حاجه وانك ملي تجي تنزل الراس ديالك على المخده، هذاك الطامر كيكون كيأنب بنادم، فهمتيني؟ شوفي من 2019 وحنا في 2023، لو كنتي واحد الانسانه ما ظلماش كنتي تتواصل معايا ونعملو حل لهذا المشكل هذايا، ولكن للاسف الشديد ديتي الفلوس وسديتي عليا بصفه نهائيه. اوكي، شوف شحال من المواقع وقعت لك، شوفي شحال، اين هو حلو في الرئيس؟ شتي دابا البارح شنو وقع لك؟ هاو تحط حفلك الكوبر ديالك من اليوتيوب، يعني الاغنيه اللي خرجتيها انتينا هي تحذفت وباقي تشوف، لان صفي صفي تشرب، راه الا ما صفيتيش راه ما غاديش تشرب وما غاديش ترتاح، وهذه غير ميساج ديالك.